Expand Furniture. Expand Furniture هي شركة متخصصة في تجهيز المنازل الذكية وإنتاج قطع الأثاث التحويلية. نقدم لكم بعض أمثلة لأشهر وأفضل منتجات الشركة. تشاهدون الآن ذلك المقعد السحري القابل للطي والفرد والانكماش واتخاذ أي شكل تقريبا. وزن المقعد حوالي 13 كيلوغرام، ولكنه قادر على تحمل وزن 16 شخص. ابتكار آخر وهو مجموعة مقاعد يمكن تخزينها في أقل مساحة ممكنة في حالة عدم الاستخدام، وذلك بطيها وتعليقها على الحائط. اهتم المطورون أيضا بإنتاج الإصدار الخاص بهم من الطاولات المتحولة، كهذه الطاولة ذات التصميم المدهش والتي لا تحتاج إلى بذل جهد كبير سواء للطي أو الفرد. فكما ترون كل ما عليكم فعله هو تحريك السطح الزجاجي عدة مرات فقط. تلك القطعة هنا تعتبر مثالية بالنسبة لغرفة صغيرة، فهي عبارة عن سرير يمكن تحويله إلى منطقة عمل أو مكتب، كما يمكنك وضع بعض الأغراض على السطح العلوي. ولغرفة صغيرة أيضا يمكنك اقتناء مكتب مصغر كهذا، والذي يبدو من الوهلة الأولى وكأنه كابينة صغيرة، إلا أنه في الواقع يمكنه التحول إلى طاولة تحتوي على عدة أدراج ومكتب بالإضافة إلى مقعد. الكابينة المصغرة مزودة أيضا بعجلات لتسهيل النقل. بلوم فريم. إذا كنت تحلم بامتلاك شرفتك الخاصة ولكن المساحة في منزلك ليست كبيرة بشكل كافي، نقدم لك آخر ما توصل إلى ابتكاره المصممون بالشركة الهولندية للأثاث هوفمان دوجاردين، وهو نوافذ بلوم فريم القابلة للطي والتي تتحول إلى شرفة بلمسة زر واحدة وفي خلال 55 ثانية فقط، حيث يتحرك سطح النافذة المستوي إلى أسفل ليتحول إلى شرفة. صنع كل من جزئي النافذة من الزجاج، ومع ذلك فالشرفة قوية ومتينة للغاية وتتحمل وزن أكثر من شخص في وقت واحد. ميزة أخرى لنوافذ بلوم فريم وهي أنها لا تشوه واجهة المبنى وكذلك لا تؤثر على التصميم. تضيف الشرفة حوالي مترين مربعين إضافيين إلى مساحة الغرفة الأصلية، ويقدم المطورون مقاسات مختلفة من نوافذ بلوم فريم بارتفاع 240 سنتيمتر وبعرض يتراوح ما بين 170 و 300 سنتيمتر. جدير بالذكر أنه قد تم استعمال هذا النوع من النوافذ لأول مرة في أحد المباني السكنية بأمستردام في 18 من يوليو لعام 2017. كذلك فقد حصل الابتكار على عدة جوائز تقديرا لأصالته وعبقرية مطوريه. LG Lismo Furniture. استثمرت شركة LG Lismo وقتا كبيرا من أجل تطوير مجموعة من قطع الأثاث القابلة للطي، وقد أطلقت الشركة الإيطالية بالفعل أحدث مجموعة مطورة من منتجات الأثاث المختلفة والتي اشتملت على طاولات الطعام وطاولات القهوة والمقاعد. على سبيل المثال تلك الطاولة المدهشة والتي يمكن زيادة طولها من متر إلى مترين، وكذلك يمكن تغيير الارتفاع، لذا فتعتبر تلك القطع اثنين في واحد، حيث يمكن استخدامها كطاولة طعام لثمانية أشخاص أو كطاولة قهوة. الطاولة مزودة أيضا بعجلات لتسهيل نقلها من مكان إلى آخر. طاولة أخرى مناسبة للعائلة الصغيرة والكبيرة، ويقدم المطورون منها نماذج مختلفة من حيث الحجم. الطول الأدنى للطاولة هو 50 سنتيمتر، ولكن يمكن زيادة الطول ليصل إلى 108 سنتيمتر أو 385 سنتيمتر. ولعلكم لاحظتم تلك اللوحة المعلقة على الحائط والتي تبدو من الوهلة الأولى وكأنها مجرد قطعة ديكور ملحقة، ولكنها في الواقع جزء من الطاولة، أي أنها في الأساس قطعة من سطح الطاولة. ما ترونه على الشاشة الآن هي قطعة أثاث مذهلة أخرى تجمع ما بين أفضل ما يميز قطعتين من الأثاث، فهي عبارة عن طاولة قهوة تتحول إلى طاولة طعام طولها 310 سنتيمتر خلال ثواني معدودة.
المقاعد من إنتاج LG ليزمو أيضاً قد صممت لتوفير المساحات. على سبيل المثال المقعد الذي ترونه الآن والذي يمكن طيه بسهولة في حالة عدم الاستخدام، وبالتالي فيسهل وضعه في أي خزانة. تصميم آخر للمقاعد يشبه مبدأ مكعبات الليجو، حيث يمكن تركيب مقعد في مقعد آخر لتوفير المساحة. كومو فرنتشر، تشكيلة رائعة من قطع الأثاث التحويلية مقدمة من شركة كومو للأثاث والمطورة بأيدي نخبة من أكفأ الخبراء الصينيين. الأثاث المطور قد تم تصميمه بغرض استغلال المساحات بقدر المستطاع وبطريقة ذكية. على سبيل المثال هنا يمكنكم رؤية مجموعة مقاعد مدمجة في كابينة صغيرة. في حالة عدم الاستخدام لم تضايق المقاعد المستخدمين، ولكن توضع في مكانها الخاص كجزء من الكابينة. وهنا قد تم استبدال الأبواب التقليدية بخزانات متحركة عملية ومتعددة الاستخدامات. وهنا ما يبدو للوهلة الأولى كابينة عادية هو في الواقع عبارة عن قطع أثاث متحولة لا تحتاج سوى إلى بضع ثواني لتتحول إلى سرير. قطعة الأثاث تلك مصممة بحيث تحتفظ بالأغراض على الأرفف في أماكنها ولا تعرضها للسقوط أثناء الطي والفرد. تشاهدون هنا تلك المنضدة المنزلقة والتي يمكن تحريكها إلى الأمام أو إلى الخلف أيضا حسب الرغبة. خزانة أخرى مدمج بها سرير خفي في أحد الأدراج، وكذلك خزانة تتحول إلى طاولة طعام. TV Stand، يعاني أصحاب المنازل الصغيرة من ضيق المساحات الداخلية، لذا فهم يبذلون قصارى جهدهم لتوفير مساحات تستوعب الأثاث، مما ساعد أيضا على توجه كثير من الشركات لابتكار وتصنيع قطع الأثاث القابلة للتحويل ليصبح هذا النوع من الأثاث الأكثر شعبية في أكثر من دولة على مستوى العالم، وذلك لأن الأثاث القابل للطي عملي أكثر، كما أنه يشغل الحد الأدنى من المساحة داخل المنزل. ولأن أجهزة التلفاز الحديثة جميعها قد أصبحت ذات شاشات مسطحة وغالبا ما يتم تعليقها على الجدران، فقد قرر المصممون بشركة باي مودلز استغلال المساحة خلف أجهزة التلفاز المسطحة وتحويلها إلى منطقة تخزين إضافية، حيث قاموا بتركيب أرفف خفية خلف شاشة التلفاز على الحائط، وذلك لتوفير مزيد من المساحات. Nexus 21 Furniture، أطلقت شركة Nexus 21 المتخصصة في إنتاج قطع الأثاث الموفرة للمساحات نماذج جديدة معتمدة على تقنية السحب كالتي ترونها الآن، وهي عبارة عن كاونتر أو زاوية لتقديم المشروبات ملحق بها بار مدمج. في الجزء المتحرك يمكن تخزين الزجاجات أو تجهيز خدمة تقديم المشروبات. منتج آخر معتمد على تقنية السحب وتوفير المساحات، وهو عبارة عن طاولة لعب مجهزة بجزء قابل للسحب والذي يرتفع عن مستوى الطاولة الرئيسية بمنتهى السلاسة والأمان وفي صمت تام. تصنع تلك القطع بطلب، وذلك حتى يتمكن العملاء من اختيار المواد الخام التي سوف تصنع منها قطع الأثاث الخاصة بهم. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من الابتكارات وقطع الأثاث الذكية التي استعرضناها على قائمتنا قد أعجبتكم أكثر وترغبون في اقتنائها في منازلكم. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.